نظمت جمعية الأرمان بكفر الشيخ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نظمت معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي بقرية أبو عوض مركز سيدي سالم، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. ويتم توزيع الأجهزة المنزلية بالمجان وفقا لاحتياج الأسر والحالات المستحقة، والتي يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. المبادرة النهاردة بتستهدف 5 قرى في مركز سيدي سالم بمعرض أساس تحت مظلة التحالف الوطني وجمعية الأرمان. عدد المستفيدين من المعرض من 150 ل 170 أسرة، أجهزة كهربائية وأوض نوم وحجرات سفرة وصالون وأنتريهات وبطاطين والحفة ومراتب. والمبادرة دي مش أول مبادرة نعملها، احنا عملنا حوالي في 80 يوم فاتوا أو 3 شهور 26 معرض أساس، استفاد منه 3900 أسرة وممكن يزيد في محافظة كفر الشيخ. نفذنا 24 معرض ملابس في خلال 3 شهور اللي فاتوا برضو، وزعنا 97 ألف قطعة ملابس ويزيد، وكل معرض كان بيستفاد منه من 350 ل 400 أسرة ويزيد. حاجة لا سرير ولا دولاب ولا أي حاجة من الحاجات دي. بشكر جمعية الأرمان أعطت لنا بطانية فرشت لنا بيت. بشكر جمعية الأرمان اللي ساعدتنا وجابت لنا فرش. أنا جيت النهاردة أخد أساس لبيته، وبشكر كل اللي ساعدني في الجمعية. بشكر جمعية الأرمان والتحالف الوطني وجميع المشتركين وجميع من ساهم إن الحياة دي توصل للناس الغلابة.